الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الصلاة وما فيه حكم الصلاة وهو الجنائز، شرع بعد ذلك بكتاب الزكاة. وسبب ذكره للزكاة بعد الصلاة موافقة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث المباني: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. مع أن الزكاة عبادة مالية، والصوم والصلاة كلاهما عبادات بدنية، فذكرت العبادة المالية بين البدنيتين إنما هو لأجل مشابهة ترتيب الكتاب والسنة، كما ذكرناه قبل في مواقيت الصلوات. فإن العلماء يقولون: نبدأ في ذكر ترتيب المواقيت بذكر صلاة الظهر، مع أن أول صلوات اليوم هي الفجر، موافقة لفعل جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل يصلي به الفرائض الخمس، فإنه أول صلاة نزل جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. نعم. شرط وجوبها خمسة أشياء. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: شرط وجوبها، أي شرط وجوب الزكاة على المكلف، هي خمسة أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتد. نعم، فلا تجب على الكافر بمعنى أنه لا تجب عليه وجوبا يترتب عليه الصحة، وأما من حيث المؤاخذة والإثم فإنه مؤاخذ عليها، لأن الكافر معاقب على تركه الأصول والفروع معا. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. نعم، يقول الشيخ: إن من شرط وجوب الزكاة أن يكون مالك المال حرا، لأنه إذا لم يكن حرا وهو الرقيق فإن كل مال بيده إنما هو ملك لسيده، وهذا مبني على قاعدة عندهم، وهو أن العبد لا يملك بالتمليك. هذه مسألة فيها خلاف، هل العبد يملك بالتمليك؟ على قولين، والمعتمد عندهم أنه لا يملك بالتمليك، وحيث لم يملك بالتمليك فإن المال الذي في يده ملك لسيده، فلا تجب على العبد زكاته، وإنما تجب زكاة المال الذي في يد العبد على السيد، فالسيد هو الذي يخرج زكاة المال. قوله: ولو مكاتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. المراد بالمبعض هو من يكون بعضه حرا وبعضه قنا، فيملك، فيكون مثلا على سبيل المثال نصفه حر ونصفه عبد، وكان يملك 1000 ريال، فإنه يزكي نصفها باعتبار نصف بنسبته من حريته فقط، لأن ما زاد هو ملك لمالك جزئه الآخر. وهذا يتصور أن المرأة يكون بعضه حر وبعضه قن، وهذا مثل لو أن شريكين ملكا شخصا ثم اعتقه أحدهما، وكان المعتق لهذا الجزء معسرا، لأنه لو كان موسرا لسار العتق إلى باقيه ولزمه دفع قيمته لشريكه، ولكنه كان معسرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عتق منه ما عتق، فيكون حينئذ مبعضا. نعم. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. نعم، يقول الشيخ: إن من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، ولا فيما دون 200 درهم صدقة، فدل على وجوب ملك النصاب. وهذا التحديد للنصاب العلماء يقولون هو تقريبي في الأثمان وما في معنى الأثمان، وهي عروض التجارة. ومعنى قولنا إنه تقريبي يعني لو نقص شيئا يسيرا كدرهم ودرهمين أو ريالا وريالين فإن الزكاة واجبة، لأن الأثمان على سبيل التقريب، وكذلك وزن الجرامات، وسيأتينا إن شاء الله أنها 85 جرام، و85 جرام لو نقصت شيئا يسيرا من الذهب نقول تجب فيه الزكاة. قوله: وتحديد في غيرها، أي في غير زكاة الأثمان، مثل سائمة الإبل والبقر والغنم، فإنها على التحديد 45 ونحو ذلك من الأعداد،
فهذا العدد صريح جدا فيجب فيه التحديد فيكون محددا. الرابع الملك التام. نعم عندنا في الملك نوعان، ملك تام وملك ناقص. فالملك التام هو الذي تجب فيه الزكاة، والملك الناقص لا تجب فيه الزكاة. ومعنى الملك التام هو الذي يكون مستقرا فيكون ثابتا إما عينا في اليد أو في الذمة، وسيضرب أمثلة للملك الناقص. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا لو أن سيدا مالكا يعني شخصا يملك قنا فكاتبه، معنى مكاتبته له أن يقول لعبده المملوك اشتري نفسك بنفسك، فيقول اذهب واعمل وأعطني في كل شهر كذا، هذا القن أو هذا المملوك لا يصبح حرا إلا إذا دفع كل ما عليه من أنجم الكتابة. ولذلك جاء في الخبر العبد قن المكاتب قن ما بقي عليه درهم. وقبل ذلك أي قبل تسديد آخر المبلغ يجوز للقن أن يعجز نفسه، يقول خلاص لا أريد أن أدفع لك الباقي. فالدين الذي للسيد على عبده بسبب الكتابة دين غير مستقر، لأن للمكاتب في كل لحظة أن يقول عجزت نفسي ولا أريد أن أدفع الباقي، ولا يلزم به قضاء ولا شرعا، ولذلك لا يكون دينا ثابتا ومستقرا في الذمة. نعم. ولا في حصة المضارب قبل القسمة. نعم انظر معي ما معنى المضارب. أن رجلا يعطي ماله لآخر والثاني هو المضارب أو وهو العامل، هذا يسمى العامل، الذي بذل المال هو المضارب، والعامل هو الذي يأخذ المال فيتاجر به. المضارب بذل ألفا لعامل ليتاجر بها فتاجر بها فربح، فأول الأمر الربح ويسمى ظهور الربح. فنقول يجب على المضارب وهو صاحب المال أن يزكي رأس المال فقط دون الربح، إلا إذا قسمت أي قسم الربح، لا يكتفى بالظهور بل لا بد من القسمة. كيف يكون القسمة؟ يقول إن الألف الذي أعطاها للعامل ربحت 100 وقد اتفق على أن لكل واحد منهما النصف، فيقول قد ربحت 1000 فلك 50 ولي 50، فلك 50 ولي 50. فإذا قسمها ولو لم يقبضها صاحب المال وهو المضارب فإنه تجب عليه الزكاة. إذن عندنا 3 مراحل، المرحلة الأولى ظهور الربح، المرحلة الثانية قسمة الربح، المرحلة الثالثة ما يسمى بقبض الربح. عند الظهور وقبل القسمة الملك ناقص، بعد القسمة الملك تام، بعد القبض لا شك أنه تام كذلك. لماذا قلنا إنه ناقص؟ لأن الربح إذا قسم وقيل لك كذا من الربح فقد ثبت ملكه عليه، فلو خسرت التجارة فإنها لا تكون من الربح، لكن لو خسرت قبل القسمة فتكون من الربح. كان قد أعطاه 1000 فربحت 100 ثم قبل القسمة خسرت 100، فنقول أصبح رأس المال 1000 بلا ربح، ولذلك هو محتمل الربح والخسارة، معنى أن التجارة ما زالت قائمة. ولو كان الخسارة ليس بفعل التجارة كوجود طارئ من طوارئ السماء أتلفت المال. نعم. الخامس تمام الحول. نعم الشرط الخامس أنه لا بد من تمام الحول، وقد ورد فيه حديث عند أبي الطيب الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد عقد الإجماع على ذلك. والمراد بالحول الحول القمري، حكي بإجماع نص عليه الشافعي والرافعي، وحكي إجماع أن المراد بالحول هو الحول القمري، لأن الحول الشمسي يزيد عن الحول القمري 11 يوما، فعندما قال تمام الحول أي الحول القمري. متى يبدأ الحول ومتى ينتهي؟ يبدأ الحول عند ابتداء ملك النصاب في الأثمان ونحوها مما يشترط فيه ملك النصاب. إذن تمام الحول يبدأ عند ابتداء ملك النصاب، وينتهي الحول عند مرور 12 شهرا قمريا. فلو ملك النصاب في اليوم 10 من شهر جماد الأول مثل هذه الأيام فإنه يزكيه من قابل في اليوم 10 من جماد الأول، بشرط
أن لا ينقص في السنة كلها عن النصاب. إذن لابد يبتدأ الحول، ابتداء الحول يكون من شرطه ملك النصاب ومن شرطه الاستمرار، فيكون النصاب موجودا في طرفي الحول وفي وسطه يقولون، فنقصانه في أثنائه مؤثر، فحينئذ ينقطع الحول. هذه واضح، هذا هو الأصل. لكن العلماء يقولون إن أو نذكرها لعلنا نذكرها عندما نتكلم عن زكاة الأثمان في محلها بعد ذلك أنسب. طيب، إذا تمام الحول يكون واجبا. هناك من الأموال ما لا يشترط فيه الحول أو حولان الحول، وهو الخارج من الأرض، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الخارج من الأرض يزكى عند حصاده ولا يلزم فيه حولان الحول، فكل من ملكه وقت بدو الصلاح فتجب عليه زكاته عند الحصاد. وقوله ولا يضر لو نقص نصف يوم يدلنا على أن الحولان الحول على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. وتجب في مال الصغير والمجنون. نعم، من كان الصغير والمجنون دون البلوغ، الصغير دون البلوغ والمجنون فاقد العقل، ملكه على المال صحيح لأن له أهلية وجوب. نعم، هو لا يصح له أن يتصرف في المال لأنه فاقد أهلية الأداء، فهذا المجنون لما كان ملكه صحيح فإنه تجب عليه الزكاة. وقد قال عمر وعلي رضي الله عنهما أتجرا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدلنا ذلك على أنه تجب الزكاة في أموالهم. وهذا معنى قول العلماء إن الزكاة واجبة في العين، أي في عين المال المملوك، فكل عين مال مملوكة فإنه تجب فيها الزكاة ولها تعلق في الذمة، فالأصل أنها في العين ولها تعلق في الذمة. وهي في خمسة طبعا الذي يخرجها عنه هو وليه، يخرجها عنه وليه، ولا يلزم فيها إذن الصغير والمجنون لأنه لا نية لهما، فإن لم يخرج وليهما عنهما الزكاة وجب عليهما إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون أن يخرج زكاة السنوات الماضية، لأن الزكاة لها تعلق بالعين. وهي في خمسة أشياء، وهي أي الزكاة في خمسة أشياء فقط دون ما عداها، في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة. نعم، وسيذكرها المصنف بعد قليل بالتفصيل. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. نعم، يقول الشيخ، وهذه مسألة أريدك أن تنتبه لها، يقول ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. عندنا مسألة تسمى زكاة الدين، وعندنا مسألة تسمى بوجوب الزكاة مع الدين. سأبدأ أولا فقط بمعنى المسألتين، لأن كثيرا من طلبة العلم لما يريد أن يبحث إحدى المسألتين يخطئ فيذهب للمسألة الثانية. عندما نقول زكاة الدين أي الذي لك على غيرك، فإذا وجدت عند العلماء يقولون أن الدين يزكى، أو قالوا إنه لا يزكى إذا كان ضمارا ونحو ذلك، فمعناه الدين الذي لك على غيرك، الدين الذي لك على غيرك. وأما إذا أردت أن تعرف حكم الزكاة الذي الدين الذي عليك، فإنهم لا يسمونها زكاة الدين، وإنما يقولون هل الزكاة تمنع الزكاة، هل الدين يمنع الزكاة أم لا، هل الدين يمنع الزكاة أم لا. صورة ذلك سأشرح المسألة الثانية لأنها هنا، والثانية ستأتي فيما بعد. يقول المصنف إن الشخص إذا كان عنده مال وعليه دين فإن له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الدين أكثر من ماله، فإنه حينئذ لا زكاة عليه. رجل المال الذي يملكه ألف والدين الذي عليه ألفان، أيهما أكثر؟ ألف، فحينئذ لا زكاة عليه. الحالة الثانية أن يكون ماله أكثر من دينه، والفرق بينهما، يعني الفرق عندما تقسم الدين من المال يكون أقل من النصاب، والفرق بينهما أقل من النصاب، فحينئذ نقول لا زكاة عليه كذلك. الحالة الثالثة أن يكون عليه دين ومال والفرق بينهما أكثر من مقدار النصاب، فنقول إن عليه الزكاة بمقدار الفرق فقط. باختصار أن المرأة ينظر عند تمام الحول
كم المال الذي تجب فيه الزكاة، ثم ينقص منه الدين الواجب عليه في الذمة. فإن كان الناتج يبلغ نصابا وهو نحو من 1100 ريال ففيه الزكاة، وإن كان دون ذلك أو بالسالب فلا زكاة عليه. بالسالب يعني معناها أن الدين أكثر. واضح المسألة؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن أثر كثيرة منها ما جاء عن ميمون بن مهران قال: إذا جاء حولك فانظر ما عندك من المال ثم اخصم منه ما عليك من الزكاة، ما عليك من الدين، وزك ما بقي إن بلغ نصابا. وهذا يدلنا على أن هذا واضح، وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون وزكوا أموالكم. فدل على أن الدين الذي عليك يخصم مما يسميه العلماء بالوعاء الزكوي، أي المبلغ الذي يجب عليك زكاته. هذه واضحة، لكن أريدك أن تنتبه، ليس كل دين عليك يخصم من المال الذي تجب فيه الزكاة، ليس كل دين، وإنما من شرط ذلك الدين أن يكون دينا حالا، أي يجب عليك سداده وقت وجوب الزكاة عليك. وأما إذا كان دينا مؤجلا فإن عامة أهل العلم على أن الدين المؤجل لا أثر له في الزكاة، فكأنه ليس عليك دين. مثال ذلك: عليك أو لك وقت، لما جاء وقت الزكاة حسبت أن المال الذي عندك 5000، ثم نظرت في الديون التي عليك فإذا هي 1000 حالة و2000 مؤجلة بعد شهرين أو 3 أو 4، فنقول تخصم من 5000 1000 فقط لأنها الحالة، وأما المؤجل فلا أثر له لأنك لست مطالبا به الآن. وللأجل أثر، لأن قد يكون مؤجل 20 سنة، فهل نقول إنك تخصم هذا الدين 20 سنة أنقصته من وعائك الزكاة، وإنما تخصمه في التي وجب عليك فيها الزكاة، التي حلت عليك في السنة التي وجب فيها الزكاة. هذه المسألة هو مختصر الكلام في قضية هل الدين يؤثر في وجوب الزكاة أم لا، هي مسألتنا هذه. أما مسألة زكاة الدين الذي لك على غيرك فسنذكرها إن شاء الله عندما نتكلم عن زكاة الأثمان. نعم. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نعم. يقول الشيخ إن الذي يموت سواء كان صغيرا أي مكلفا أو غير مكلف ولم يخرج زكاة ماله فيجب أن تخرج الزكاة من ماله، لأن الزكاة لها تعلق بالعين، ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا أو كان متعمدا فيجب أن تؤخذ منه. ولذلك شرع لولي الأمر أن يأخذها منه قهرا إذا امتنع من أخذها، إذا امتنع من بذلها، وبناء على ذلك فإنها تخرج من ماله بعد مؤنة التجهيز. بعد مؤنة التجهيز يبدأ بديون الله عز وجل وهي الزكاة، ثم ديون الآدميين، ثم بعد ذلك بالوصايا، ثم بعد ذلك تقسم التركة. إذن تخرج من تركته أي من رأس المال قبل القسمة، قبل الوصية وقسمة التركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. باب زكاة السائمة. نعم. بدأ المصنف بأول أنواع الأموال الزكوية وهي السائمة، وسيذكر بعد قليل المصنف ما المراد بالسائمة. تجب فيها بثلاثة شروط. نعم. تجب فيها أي في السائمة، والمراد ببهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، لأن لا تجب الزكاة إلا في ثلاثة أنواع من السائمة، وهي البقر، الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، أولها: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن من ملك أحد من هذه البهائم الثلاث، الإبل والبقر والغنم، فإنه لا يخلو إما أن يكون قد نوى بها الدر أو النسل أو التسمين. معنى الدر أي الحليب، فيكون قد اقتنى هذه الإبل لأجل حليبها، وقد يكون معها فحل لأجل تعشيرها وحبلها، فهذا يكون من باب التبع فيأخذ حكمه. أو جعلها لأجل النسل لكي تكون أمات، الأمات في غير العاقل يسمى أمات، وفي العاقل يسمى أمهات، ذكر ذلك بعض اللغويين، فيكون عنده أمات لينتجن له شياها لأكلها أو لبيعها، فهذه التي تكون معدة للنسل لكي تولد لا زكاة فيها، تكون فيها زكاة السائمة، فليس فيها زكاة عروض التجارة وإنما فيها زكاة السائمة.
الحالة الثالثة أن يكون قد أعدها للتسمين ليأكلها أو يجعلها لضيوفه ونحو ذلك. إذن هذه الأغراض الثلاثة إذا كان أحد هذه الأغراض الثلاثة فمعناها أن فيها زكاة بهيمة الأنعام، زكاة السائمة، إما الدر أو النسل أو التسمين. إذا فقد هذه المقاصد الثلاث فإما أن يكون قد قصد بملكه لبهيمة الأنعام العمل مثل العوامل، العلماء يسمونها العوامل، كأن يأتي ببقر أو ثور أو إبل لتنزع له الماء من الآبار أو لتحرث له الأرض أو ليحمل عليها متاعه، فهذه العوامل لا زكاة فيها لأنها عوامل، وقد جاء الحديث أن العوامل لا زكاة فيها ولو كان للتأجير، ولو كان عنده إبل، قديما كانوا يؤجرون الإبل يسمون بالجمالين، قد يكون عنده 50 قد يكون أكثر، ما دامت قد عدت للعمل فلا زكاة فيها، زكاة سائمة الأنعام. وقد قال صلى الله عليه وسلم أو ذكر صلى الله عليه وسلم أن العوامل لا زكاة فيها. النية الثالثة أن يكون قصده منها من ملكها التجارة، فحينئذ فيها زكاة عروض التجارة، وسنتكلم بعد قليل كيف تكون نية التجارة في محله. إذن من ملك شيئا من بهيمة الأنعام لا يخلو من هذه الثلاث النيات، إما نية فتجب فيها حينئذ زكاة السائمة وهو الدر والنسل والتسمين، وإما نية العمل إما للركوب أو للحمل أو لغير ذلك أو سقي الماء فلا زكاة فيها مطلقة لأنها من العوامل، أو الثالثة أن تكون عروض تجارة ففيها زكاة عروض التجارة وسيأتي. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. نعم، لا بد أن تسوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائمة الزكاة، وهذا من مفهوم الصفة وهو قوي جدا، وخاصة إذا كان لم يخرج جوابا لسؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن السائمة وإنما سئل عن الزكاة مطلقا فقال في السائمة الزكاة، فدل على أن هذا الوصف علة فيه ويكون حينئذ مفهومه يعني حجة. وقوله أن تسوم بمعنى أنها تأكل من الأرض، من المباحات في الأرض، من الحشيش ومن الشجر ونحوه من المباح. وعبر المصنف بقوله أكثر الحول لأن عندنا قاعدة وهو أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن رعت أكثر من 6 أشهر فكأنما رعت العام كله. الثالث أن تبلغ نصابا. نعم، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. نعم، ودليله ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ثم في كل 5 شاة إلى 25. يعني إذا بلغت 25 إلى 20 ففيها 4 شياة، فإذا بلغت 25 فتجب فيها، فتجب بنت مخاض. نعم، وهي ما تم لها سنة، أي عمرها سنة ودخلت في الثانية. وفي 36 بنت لبون، وإذا ملك 36 من الإبل وجب عليه بنت لبون لها سنتان، أي بلغت 2 ودخلت في الثالثة. وفي 46 حقة، أي من ملك 46 من الإبل وجبت عليه حقة لأنها استحقت الركوب، لها 3 سنين وتكون أنهت 3 سنين ودخلت في الرابعة. وفي 61 جذعة، أي إذا ملك 61 من الإبل وجبت عليه جذعة سميت بذلك لأنها سقط سنها، لها 4 سنين، لها 4 سنين. ولذلك يعني إذا أردت، بعض الناس يقول هل العبرة بالسن أم العبرة بسقوط السن؟ نقول العبرة بالسن، العبرة بالسن، وهذه نحتاجها متى؟ نحتاجها دائما في الأضحية، فإن بعض الناس يقول، أهل الغنم يعرفون، يقول ولدت هذه الأضحية عندي في يوم 10 ذي الحجة، الآن بلغت سنة إذا كانت من المعزي أو سنتين، أو ولدت قبل 6 أشهر في الضأن لكن لم يسقط أسنانها فتكون ثنيا، فنقول ليس العبرة بسقوط الأسنان وإنما بمرور الأيام وهو السن. نعم. وفي 76 بنت لبون. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا كان عنده 200 خير بين إخراج 5، فإذا كان عنده 200 خير بين إخراج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. فصل، وأقل نصاب البقر أهلية كانت وحشية 30. نعم، قول المصنف أقل نصاب البقر، البقر يدخل في ذلك، البقر ما في معناه كالجاموس، وقوله أهلية أو وحشية، الأهلي معروف، البقر الأهلي معروف هو الذي يعني نعرفه دائما، وأما البقر الوحشي
فهذا هو في الحقيقة ما يفعله بعض الناس من تربيته بعض أنواع الغزلان. فإن بعض أنواع الغزلان وهو الوضيحي هو الذي يسمى بالبقر الوحشي، ومن الناس من يربيها في بيته، فحينئذ نقول تجب فيها الزكاة. والآن توجد مزارع لمن يربي هذا البقر الوحشي. نعم. وفيها تبيع وهو ما له سنة. نعم، تبيع أو نعم وفي أربع أو تبيعة، وهذه من الصور المستثناة القليلة التي يجوز فيها إخراج الأنثى في زكاة الإبل، إخراج الذكر في زكاة سائمة الأنعام. والأصل أنه لا يخرج إلا إناث إلا في مواضع قليلة، ومنها هذه وهي زكاة البقر، فيجوز إخراج تبيع أو تبيعة وهو ما له سنتان. وفي 40 مسنة لها سنتان. قال وإذا ملك 40 فتجب عليه مسنة وهي ما له سنتان. وفي 60 تبيعان، أي أو تبيعتان. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. في كل 30 تبيع أو تبيعة، ولكن في كل 40 مسنة لا بد أن تكون أنثى. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت وحشية 40. نعم، هذا بإجماع كذلك. وفيها شاة لها سنة أو جذعة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. نعم، قوله وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، أي تبلغ 6 أشهر، لحديث سويد بن غفلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا الجذعة من الضأن والثنية من المعز. وفي 21 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. نعم، واضح. فصل. وإذا اختلط 2 فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكية كالواحد. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الخلطة تجعل المال المجموع كالمال الواحد. والخلطة إما أن تكون خلطة شراكة، وإما أن تكون الخلطة خلطة مال من غير اشتراك في ملك. فالخلطة في اشتراك الملك أن 2 يشتركان في ملك مشاع، فهذا لا شك أن مالهما باعتبار الزكاة واحد. وأما النوع الثاني من الاختلاط فهو الخلطة في المرعى ونحوه، وهذا في باب الزكاة يجعلهما كالمال الواحد وإن كان متميزين في ملك كل واحد منهما. يقول الشيخ وإن اختلط 2 فأكثر من أهل الزكاة، أي في سائمة الأنعام، في نصاب ماشية لهم جميع الحول أي جميع السنة، واشتركا في المبيت فكان مبيت ماشية كل واحد منهما في محل الآخر، والمسرح وهو ما تجتمع فيه هذه الماشية لتذهب فيه إلى المرعى، فإن الماشية تجتمع في مكان واحد ثم تذهب إلى المرعى. قال والمحلب وهو المكان الذي تحلب فيه. قال والفحل أي الذي يطرقها، والمرعى أي الذي ترعى فيه. قال زكيا كالواحد أي زكيا كما لو كانت ملكا لواحد. فلو أن 2 أحدهما يملك 20 شاة والآخر يملك 20 شاة ولكنهم اختلطوا في هذه الأمور، فإنه تخرج من كل واحد منهم تخرج عنهما جميعا شاة واحدة، وتقسم قيمتها بينهما، تقسم القيمة بينهما، مع أنهما لو كان غير مختلطين فإنه لا زكاة على كل واحد منهما. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. نعم، يقول الشيخ ولا تشترط نية الخلطة لأن هذه النية غير معتبرة، لأنها من باب الأسباب، والقاعدة عندهم أن كل ما كان من باب الأسباب فإنه لا تشترط فيه النية. قال ولا يشترط اتحاد المشرب والراعي، والسبب أن الإبل للمالك الواحد قد يكون لها أكثر من مشرب تشرب فيه أي مكان تشرب فيه، والراعي لأنه قد يكون له أكثر من راعي كذلك أو يكون لها أكثر من راعي ومالكها واحد. قال ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كأن يكون عنده بقر وجاموس ففحل البقر غير فحل الجاموس، أو كان عنده ضأن ومعز ففحل الضأن غير فحل المعز، لا شك وهذا واضح. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا 40 شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة نعم، ففي هذه الحالة لو أنه لا خلطة بينهما لما كان على كل واحد منهما الزكاة، فلما اختلطا وجبت عليهما الزكاة وهي شاة، ففيها تغليظ عليهما. وقد تفيد تخفيفا. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين لا تخفيفا وتخفيفا كثلاثة اختلط أي قوله وتخفيفا أي وقد تفيد تخفيفا.
نعم. وقد تفيد تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. نعم، لكن لو كان كل واحد منهم على سبيل منفصل عن صاحبه لوجب على كل واحد منهم شاة. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. نعم، لو أن الشخص الواحد يملك أموالا متفرقة، عنده في المدينة 20 وعنده في مكة 20، ما دام المالك واحدا فإن مجموع المال يعتبر زكاة، وهذا معنى قوله ولا أثر لتفريق المال ما لم يكن سائمة، يعني ما لم يكن من بهيمة الأنعام السائمة فإنه يكون له أثر بشرط أن يكون الفرق بينهما مسافة قصر. نعم. فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. نعم، لأن هذا من الأموال الظاهرة، والأموال الظاهرة هذه يؤثر فيها اختلاف البلدان. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. واضح، هذا باب التطبيق على ما سبق. ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة مع غيره. خلطة يعني ما لم يختلط ماله بمال غيره. باب زكاة الخارج من الأرض. نعم، شرع المصنف النوع الثاني من الزكوات الأموال الزكوية وهي الخارج من الأرض، ويعبر الفقهاء بالخارج من الأرض ليشمل أيضا فيه العسل، فإن العسل يدخل فيه وبعضهم يدخل فيه المعادن من هذا الباب. نعم، تجب في كل مكيل مدخر من الحب. نعم، يقول المصنف تجب في كل مكيل مدخر، يعني أنه ليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة إلا أن يكون فيه وصفان، أن يكون مكيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بما يكال، لأن الوسق وحدة كيل، فدل على أن ما لا يكال لا يكون داخلا في هذا المعيار. وما الذي يكال؟ قالوا العبرة بمكيال أهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والكيل مكيال المدينة، فما كان يكال في ذلك الزمان فإنه تجب فيه الزكاة وإن تغير العرف فيه. فعلى سبيل المثال أغلب الناس الآن يبيعون التمر وزنا بالكيلو، فلو كان أصلا يباع بالوزن قلنا ما فيه زكاة، لكن لما كان جنسه يباع كيلا فإن فيه الزكاة، فتكون فيه الزكاة لأن أصله مكيل. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون مدخرا، أي يمكن ادخاره والانتفاع به، يمكن أن ينتفع به بالأكل وقد ينتفع به بغير الأكل، كما سيذكر المصنف بعد قليل بعض الأمثلة التي قد لا تؤكل، ومنها الأشنان، فإن الأشنان يؤخذ للتنظيف الملابس ومع ذلك فإن فيه الزكاة. نعم، كالقمح والشعير. نعم، هذه أمثلة للمكيل المدخر، كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. نعم، كل هذه من الأمور التي يعني هي من أنواع الحبوب. فقط أريد أن ننبه إلى أن الكزبرة ليست هي التي نعرفها الآن أنها من الورقيات، فإن الورقيات لا زكاة فيها، وإنما هي نوع آخر، ولذلك يعني أغلب هذه المصطلحات مصرية لأن المؤلف مصري أو هو مقدسي ثم سكن مصر. نعم، ومن الثمر كالتمر والزبيب أي ومن كل مكيل ومدخر من الثمر، فلا بد أن يكون الثمر مكيلا ومدخرا. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. نعم، هذه معروفة، الزبيب أصله عنب ثم بعد ذلك يجفف. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان. طيب، يقول الشيخ ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق. النبق نعرفه الذي نسميه حنا الآن العبري، هذا هو النبق. وزعرور ورمان أي وسائر أنواع الفواكه، وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ومن عهد عمر ومن بعده انتقلت الآثار بأنه لا زكاة في الفواكه، لأن الفواكه كلها ليست مكيلة. فقط أريد أن ننبه لمسألة واحدة، طبعا من كان عنده مزرعة برتقال، مزرعة تفاح وغير ذلك من الفواكه، مش كلها لا زكاة فيها زكاة خارج من الأرض، وإنما تجب عليه الزكاة زكاة أثمان، فإذا باع هذه الثمار فإنه بعد ذلك إذا بقي عنده النقد سنة كاملة زكاه.
سنتكلم عن زكاة الأثمان في محله إن شاء الله. فقط أريد أن أبين مسألة وهي مسألة التين. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لو كان عرف أهل البلد واستخدامهم أنهم يجففون التين فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يكون فيه الزكاة، مثل العنب إذا جفف فكان زبيبا فإن فيه الزكاة، فكذلك التين إذا جفف فإن فيه الزكاة. وإنما تجب فيما تجب بالشرطين. نعم، وإنما تجب فيما تجب فيه مما سبق، أي في كل مكيل ومدخر من الحب والثمار بوجود شرطين. الشرط الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. نعم، خمسة يعني لا يحسب النصاب إلا بعد تصفية الحب، بأن يصفى بذهاب ما يصاحبه من السنبل، وجفاف الثمر بأن يذهب ما فيه من الرطوبة، فحينئذ ينقص كيله مقداره خمسة أوسق. خمسة أوسق للحديث الذي ذكرت لكم في الصحيح، وهي 300 صاع بالأراد دب. نعم، قال 300 صاع، أي أن الخمسة الأوسق تعادل 300 صاع، لأن كل وسق يعادل 60 صاعا، فيكون المجموع 300 صاع. وبالأرادب 6.25. نعم، هذا المقدار بالأرادب هذا وحدة كيل مصرية، وقلت لكم دائما أن بعض الفقهاء يقدر بمعياره، والمصنف لما كان مصريا فإنه ذكر معيار الكيل المشهور في مصر وهي الأرادب. نعم، وبالرطل العراقي 1600. نعم، وبالرطل العراقي، لأن الرطل العراقي يقولون هو الرطل الذي كان يوزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يذكرونه. وبالقدسي 257 وسبع رطل. لماذا ذكر القدسي؟ لأنه أهله من بيت المقدس، ثم انتقل من بيت المقدس إلى مصر، فدائما الشخص يتكلم باللغة التي يعرفها ويعرفها أهل بلده. نعم. الشرط الثاني أن يكون، طبعا بوقتنا هذا نستطيع أن نعرف ذلك عن طريق الصاع. الصاع يعادل على سبيل التقريب، على سبيل التقريب، وإن كان يختلف من جنس إلى آخر، لكن على سبيل التقريب واحتياط يعادل تقريبا كيلوان وأقل من 3/4 بقليل. ولكن إذا أردت أن تأتي وحدة، وهذا هو الأدق، لأن بعض الفقهاء لما قدر الصاع بالكيل عابوا ذلك، عاب ذلك ابن القصار على ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. ولكن إذا أردت أن تأتي به على سبيل التقريب التحديد بوحدة كيل، فتأتي بإناء ويكون هذا الإناء إما أن تجعل فيه مقدار 3 لترات على سبيل الزيادة، والصواب أنه أقل من ذلك، وهو لتراني ونحو من 75 إلى 70 سنتي، هذا هو الصاع النبوي. ثم اضربه في 300، فهذه الوحدة من اللترات تستطيع أن تعرفها بغيرها من الوحدات. إذن عرفنا كيف يقدر الصاع بالكيلو تقريبا، ومقداره بوحدات اللتر المعاصرة على سبيل التقريب كذلك، ثم اضربه في 300 فيكون هو النصاب. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. نعم، يقول الشيخ لابد أن الزكاة تكون في أن يكون الحب والثمر في ملكه وقت الوجوب. وفائدة ذلك أن الشخص أحيانا قد يبيع المزرعة أو ثمرها قبل الوجوب أو بعده، فعلى من تجب الزكاة؟ نقول من كان مالكا لوقت الوجوب هو الذي تجب عليه الزكاة وقت وجوب الحب. نعم، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد أي بدأ وهو وقت جواز بيعه. وفي الثمرة إذا بدأ صلاحه، أي بدأ صلاحه بأن اصفار أو احمار، فإنه حينئذ يجوز. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن الثمرة يجوز بيعها إذا اشتدت، فإن الحب يجوز بيعه إذا اشتد، والثمرة يجوز بيعها إذا بدأ صلاحها. فإن اشتراها شخص فالزكاة تكون على من؟ نقول على من بدأ الصلاح في وقته، فهو الذي تجب عليه الزكاة. فالمشتري لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب على البائع. لكن لو اشترط عليه البائع قال على أن تخرج عني الزكاة، فنقول هذا من باب التوكيل. فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. نعم، يقول الشيخ إن ما يسقى من الحبوب والثمار بلا كلفة بأن يكون يسقى بماء الأمطار، مثل ما نسميه نحن بالبعل. قبل هذه الأيام بقليل، يعني قبل شهر أو شهرين، الناس يذهبون إلى مجاري السيول أو قريب منها، ثم ينثرون الحب ويتركونه، وهذا هو موسم الأمطار. بعده ب4 أشهر أو 5 يأتون ويجدون حبهم قد اشتد وقد قام على سوقه.
فحينئذ نقول هذا بلا كلفة لأنه مجرد نشر. ومثله أيضا من يأتي في المستنقعات يزرع فيها الأرز، فيأتون في المستنقعات مثل موجود عندنا مثلا في الأحساء والعيون، يجعلون فيها الرز، ما يتعب شيء، الماء موجود، وإنما بذر في هذا المستنقع فلم يتكلف في سقياه، فحينئذ يجب عليه العشر. وأما ما يسقى بكلفة، من الكلفة مؤنة إخراج الماء، فلو كان الماء يجري على ظهر الأرض من غير حف استخراج له فهذا بلا مؤنة. وأما إذا تحمل مؤنة كالماطور مثلا أو إبل أو بقر تنزع له الماء أو نحو ذلك، أو وايتات ونحو ذلك، فإنه يجب عليه نصف العشر. نعم. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. نعم، يقول الشيخ يجب إخراج زكاة الحب مصفا لأنه هذا هو الذي يمكن به تقدير المقدار، فيصفى عن قشره وعن التبن الذي يكون معه. ويجب أن يخرج الثمر يابسا فلا يخرج رطبا، فلا تخرج زكاة التمر رطب، بل يجب أن يكون يابسا بعد زوال الماء الذي فيه، لأنه حينئذ يكون أقل من مقدار الرطب. قال فلو خالف وأخرجه رطبا لم يجزئه، لأنه غير معروف المقدار على سبيل التحديد، ووقع نفلا، فحينئذ يجب عليه أن يخرج بدله لأنه قد خالف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا والرطب تمرا، وهذا يدلنا على أنه لابد أن يكون يابسا، لأن العنب إذا يبس سمي زبيبا والرطب إذا يبس سمي تمرا. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها. نعم، يقول الشيخ إنه يستحب للإمام أن يبعث الساعي، والساعي يسبقه الخارص، فيخرص للناس ما الذي يجب عليهم قبل حصاده، ويكون ذلك لثمرة النخل معروف، والكرم، الكرم هو الذي يكون شجر العنب، وقد ورد أنه يعني تسمية النخل هذه الشجرة بالكرم، هل هو صحيح أم لا؟ نقول إن ذلك يعني مما جرت به العادة فيتساهل فيه، لأن الأصل في إطلاق الألفاظ الجواز. نعم، قوله والكرم إذن شجرة العنب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى خيبر الخارص فيخرص عليهم كرمهم ويخرص عليهم نخلهم. وقوله إذا بدا الصلاح أي في أوله، أي قبل الحصاد، مع أن الزكاة لا تجب، ما يستقر الوجوب، هي تجب عند الحصاد ويستقر الوجوب عند جعله في البيدر. ويكفي قال واحد. إذا بدا صلاحها ويكفي، ويكفي واحد، أي يكفي خارص واحد، لأنه إخبار وليس شهادة. وشرط كونه مسلما لأن فيها معنى العبادة، أمينا لأنها فيها مقدار أموال، فيجب أن يكون أمينا، خبيرا بالخرص، فيعرف على سبيل التقريب كم يعادل هذا الرطب إذا يبس. وأجرته على رب الثمرة، لأنه من لازم إخراج الزكاة، فإخراج الزكاة ولازمها كله واجب على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب. نعم، لقبض السعاة يجب بعثهم، وهم الذين يأخذون الزكاة من الناس ثم يصرفونها في وجهها، فهؤلاء هم يسمون السعاة. وهذا الساعي يقول العلماء هو نائب عن بيت مال المسلمين، وفرق بين الساعي وبين الجمعيات الخيرية، فالجمعية الخيرية ليس ساعيا، لأن هذه الجمعية الخيرية هم وكلاء وليسوا نوابا، ليست لهم ولاية، إنما هم وكلاء عن الباذل. ويترتب على هذا التفريق مسائل. المسألة الأولى أن الساعي يجوز إعطاؤه سهم من سهام الزكاة، فإن لهم مصرفا فيه. الأمر الثاني أن المرء إذا بذل المال إلى الساعي ثم تلف المال في يد الساعي قبل وصولها للفقير برئت ذمته، كذلك إذا أعطاها الساعي وظلم، ظلم يعني أنه أعطاها لغير المستحق، فإنها قد برئت ذمته، بخلاف إذا أعطاها الوكيل فإنها لا تبرأ ذمته، فإنه لا تبرأ ذمته، وإذا تلفت لزمه أن يرد، أن يبذل بدلا منها، لأن الوكيل إنما هو عن الباذل وليست عن الآخر، وبيت مال المسلمين يكون نائبا عنه، نائبا عن المستحقين.
لقبض زكاة المال الظاهر. نعم، إنما يأخذ المال الظاهر دون الباطن. الباطن هو زكاة الأثمان، فإنها تسمى زكاة أموال الباطنة. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. نعم، الأرض الخراجية يجب عليه اثنان: الخراج وهو ما صرح عليه، والخراج الأرض الخراجية مثل سواد العراق والشام ومصر، فهذه أرض خراجية. وقد انقطع الخراج منذ، كما ذكر ذلك ابن الجزري في تاريخه، قال انقطع الخراج، أخذ الخراج منذ القرن الرابع الهجري، لم يؤخذ خراج من الأراضي الخراجية من القرن الرابع الهجري بل قبل ذلك. ولذلك فإن بغداد من السواد الذي أوقفه عمر لمصالح المسلمين، فانقطع أخذ الخراج من بغداد في عهد الإمام أحمد، فكان أحمد يذرع داره ويخرجها على ما قضى به عمر، فيجعل المال في بيت مال المسلمين من باب الورع. وقد قرر جمع من المتأخرين ومنهم المصنف في رسالة له أظن اسمها تهذيب الكلام مطبوعة، أن إذا انقطع الخراج وسكن امرأ في أرض خراجية كسواد العراق أو الشام أو مصر، فإنه لا يلزمه إخراج يعني خراج الأرض، وإنما يندب له ندبا من باب الورع كما فعل أحمد، ليس من باب الوجوب. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. نعم نعم، هذا في عهد الصحابة جعلوها وقفا على المسلمين، أن كل من سكنها أو انتفع بها فإنه يدفع بمثابة الغلة السنوية إلى بيت مال المسلمين، فيكون من الموارد الذاتية للدولة. الموارد الذاتية دائما يقولون الاستثمار والضرائب والموارد الطبيعية، فهذه من باب الاستثمار، وهي أنها تؤجر سنويا، وهذه من أول من قضى بها عمر ثم مشى عليها المسلمون بعد ذلك. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. نعم، قوله تضمين بمعنى أن تجعل ضامنا يقوم بذلك باطل، فلا تضمن الأموال المعشرة ولا الأرض الخراجية. ما معنى الضمان؟ يأتي رجل فيقول أعطنا هذه المبلغ الفلاني ولك خراجها كاملا، فأنت تكون حينئذ ضامنا فيه، فنقول هذا لا يصح. نعم. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية. نعم، العسل سواء كان في أرض مباحة ليس ملكا لأحد، مثل بعض الناس يأتي بالمناحل فيجعلها في البر عند شجر السدر، أو كانت المناحل في ملكك كمزرعة ونحوها، فإن فيها الزكاة. وهذا معنى قوله وفي العسل العشر، أي فيه عشر الخارج، فيخرج عشره أو قيمة العشر عند من قال جواز ذلك. قال ونصابه، أي نصاب الزكاة، 160 رطلا عراقيا. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. يقول وفي الركاز وهو الكنز، بمعنى أن من وجد دفنا من عليه علامة الجاهلية أي قبل الإسلام فإنه يملكه إذا وجده، لأنه يكون من الأموال المباحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فيجب عليه أن يخرج خمسه، لكنه ليس زكاة، وسأذكر لكم ما الفرق بين كونه زكاة وما ليس بكونه زكاة. إذن كل من وجد مالا مصنوعا على هيئة دراهم أو على هيئة أصنام أو على هيئة تماثيل أو على حلي أو تبر، مدام مصنوع ليس معدن، فإذا وجده فله حالتان: إما أن يكون عليه علامة الإسلام أو قبل الإسلام. فإن كان قبل علامة قبل الإسلام ولا يعرف مالكه، فحينئذ يكون ركازا يملكه من وجده، لكن يجب عليه أن يخرج خمسه، لا يخرجه زكاة، وإنما يصرف مصرف الفيء، فيجعل في بيت مال المسلمين، يصرف في الطرقات، يصرف في غيرها، ليس من باب الزكاة وإنما من باب الفيء. الحالة الثانية أن يكون عليه علامة الإسلام، مثل أن يكون الدرهم درهم إسلامي، وكثير من الناس يوجد يحفر تحت أرضه، وخاصة في البلدان التي لها تاريخ قديم، فقد يجد في أسفل الأرض يعني كنزا عليه علامة الإسلام كدرهم إسلامي وغيره. فنقول من وجد كنزا عليه علامة الإسلام فإن حكمه حكم اللقطة، فيجب أن يعرفه سنة يبحث عن صاحبه، فإن لم يجد صاحبه أو ورثة أصحاب المال يملكه بعد ذلك، وليس عليه الخمس، وإنما حكمه حكم اللقطة. هذا الفرق بين الركاز وبين دفن الإسلام، بين دفن الجاهلية ودفن الإسلام. الأول ركاز ففيه الخمس، والثاني لقطة يعرف سنة، فإن لم يأتي صاحبه أو ورثته أو يعرفون
فإنه حينئذ يتصدق عفوا فإنه يملكه من وجده. نعم. باب زكاة الأثمان. نعم زكاة الأثمان هذه يحتاجها الناس أكثر، فإنه لا يخلو أحد منا في هذا الوقت من كونه مالكا للأثمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يفشو المال في أيدي الناس، يفشو المال جدا حتى يكثر، وهذا حقيقة موجود الآن، فقل ما يوجد من ليس بيده الأثمان. أما في الزمان القديم فإنه إلى عهد قريب كان الرجل ربما في السنة كلها لا يملك ذهبا لا دينارا ولا درهما، وإنما عندهم أطعمة ويتعاوضون بالأطعمة، التمر والبر يعني يبادل هذا بذاك، فدل ذلك على أن كثرة أن تأخر الزمان تكثر فيه النقود وهو الموجود الآن. ولذلك فإن أغلب حاجة الناس في الزكوات إنما هي لباب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، والعلماء لم يذكروا غير الذهب والفضة، لأنه كما قال الموفق الثمنية قاصرة عليهما لا نعرف غيرهما يقوم مقامهما، ولكن وجد الآن ما تقوم به الذهب والفضة كذلك، وهو الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو دولارات أو جنيهات أو غيرها من العملات. ولذلك اعتبار هذه العملات من الأثمان هو الذي عليه أكثر المعاصرين وهو كذلك. إذن فقوله هو الأثمان هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما مما تقوم به الأشياء وهي العملات الآن. وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. نعم للحديث صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيها ربع العشر بشرط أن تبلغ النصاب، والنصاب في الذهب يختلف عنه عن الفضة. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وبالدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة 100. طيب نبدأ أولا في النصاب. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن نصاب الذهب 20 مثقالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 20 مثقالا زكاة، أي في الذهب. والمثقال هو الدرهم الإسلامي القديم، فكان المثقال يعادل درهما إسلاميا قديما، وأما الدرهم المتأخر الذي أورده المصنف فسأتكلم عنه بعد قليل. فالمثقال هو الذي يعادل الدرهم القديم ويعادل بوزن الحديث 4 جرامات وربع، وحينئذ فيكون نصاب الذهب كم؟ اضرب 4.25 يكون المجموع 85، فكل من ملك 85 جراما من الذهب الخالص، وانتبه لكلمة الخالص، فإنه تجب عليه الزكاة. ما معنى قولنا إنه الخالص؟ يعني الذي يكون 24 قيراطا، يكون 24 قيراط. فإن كان مغشوشا فبنسبته، يعني لو أن امرأة لأسهل في الحساب نقول إن عنده ذهب من عيار 12 ماذا قيراطا، فكم يكون نصاب الذهب الذي يكون 12 قيراطا؟ الضعف، فيكون كم؟ 170 جرام. إذا كان الشخص ذهبه 18 جراما فبنسبته، فاضرب 85 ضرب 24 قسمة 18، فحينئذ تخرج لك النصاب، لأن هنا يكون مغشوش. 18 يعتبر مغشوش، طبعا ليس مغشوشا بالمعنى التجاري وإنما مغشوش بمعنى مخلوط. إذن احسبها بهذه الطريقة، من ملك من الذهب 85 جراما من عيار 24 فتجب عليه الزكاة فما زاد، وما دون فلا زكاة فيه. وقول المصنف وبالدنانير، هذه الدنانير التي تكون زينتها أقل من زينة الدنانير القديمة، ولذلك يقولون هذه الدنانير زينتها أقل بكثير فهي دون بالثمن تقريبا. قال وبالدنانير أي المتأخرة في زمان المصنف 25 دينارا وسبعا، يعني سبعين، وسبع دينار وتسع دينار، يعني سبعان وتسع، وهذا بناء على الدنانير المتأخرة في وقته. وأما الدينار المتقدم فكان الدينار يعادل المثقال، وهو الموجود في كثير من الفقهاء يعبرون بالدينار الأول. نعم. ونصاب الفضة 100 درهم والدرهم 12 حبة خروب. طيب يقول المصنف ونصاب الفضة 100 درهم، المراد بالدرهم الموجود في الكتب الفقه هو الدرهم الإسلامي، وهو الذي جمع عبد الملك بن مروان
جميع الدراهم وسكها عليه، وهي المقصودة في الأحاديث. والدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي الذي يعادل مثقالا ما زالت موجودة إلى الآن، لا يكاد يوجد متحف إلا ويوجد فيها الدرهم الإسلامي الذي يعادل مثقال، والدينار الإسلامي الذي يكون الدينار يعادل 12، يكون الدينار يعادل 12 درهما. الدرهم الإسلامي كم يعادل؟ طبعا عبروا بالإسلامي لأن هناك دراهم قبله ودراهم بعده. الدرهم الإسلامي الذي أشهر السكات سكة عبد الملك بن مروان هي التي تعادل جرامان وسبعة وتسعين بالمئة، وبناء على ذلك إذا ضربتها 2.97 في 200 ستجد أن نصاب الزكاة تقريبا 595 جرام من الفضة، فحينئذ تكون زكاة الفضة بحسابنا الحديث 595 جرام. إذا عرفت ذلك فالأوراق النقدية من الذهب والفضة، فالأوراق النقدية من الريالات وغيرها، هل يكون نصابها من الذهب بما يعادل قيمة الذهب أم بما يعادل قيمة الفضة؟ نقول ننظر للأحظ للفقير، لأن الزكاة إنما شرعت لمصلحة الفقير، والأحظ للفقير الأقل. ولا شك أن في وقتنا هذا الفضة أرخص، فخمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة سعر جرام الفضة على أقصى تقدير لا يعادل ريالين، بل أقل من ريالين. وحينئذ فكل من ملك تقريبا 1000 ريال فإنه يكون مالكا للنصاب. تعرف النصاب كيف؟ انظر في سعر اليوم عن طريق النت كم قيمة 595 جرام بسعر اليوم، هذا هو النصاب. سعر جرام الفضة اضربه في 595، كل واحد منكم الآن يستطيع عن طريق النت أن يعرف القيمة تقريبا، أو قدرها تقريبا ب1000 ريال، قد تزيد وقد تنقص. وبناء على ذلك فهذا هو النصاب، فكل من ملك تقريبا 1000 ريال وجبت عليه الزكاة، وسأتكلم عنها عند المصارف. نعم. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. يعني لو ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة أخرج الزكاة، وإن كانت مجموع القيمتين لا تبلغ نصاب الذهب، مجموعهما بالقيمة، لكن مجموعهما بالنسبة فيه الزكاة. ملك ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع نصاب فضة فعليه الزكاة. ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة. نعم، الزكاة المباح قوله الزكاة لا تجب في الحلي بثلاثة شروط. أولا أن يكون حليا بمعنى مصنوعا لللبس، فلا بد أن يكون مصنوع، فلو كان مكسورا فإن فيه الزكاة. القيد الثاني أن يكون مباحا ليس محرما، فلو أن رجلا يلبس الذهب لوجب عليه الزكاة لأنه محرم. الأمر الثالث أن يكون معدا للاستعمال أو الإعارة، فلا بد أن يكون معدا للاستعمال والإعارة. وأما إن كان معدا للقنية أي الحفظ حتى يغلى الذهب فيبيعه، أو يكون محفوظ لأجل الادخار إذا غلى يوم من الأيام، أو لأجل الذكرى، فإن فيه الزكاة، فهذا فيه الزكاة. والدليل على أنه لا تجب الزكاة حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ما قال، لكن الثابت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، بل غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا خصصنا عائشة بالذات؟ لأن عائشة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لها حليا، فإن مما يغلب على الظن أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وامتناعها من إخراج الزكاة فالغالب أنه عن نقل وأثر. فحينئذ نقول إن قولها مقدم على قول من أوجب زكاة الحلي من الصحابة، لأنها هذه من الأمور الخاصة التي يطلع عليها الرجال، وقد كانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها أيضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا يخرجنا زكاة الحلي المعد للاستعمال. المعد للاستعمال بمعنى الإعداد لللبس، بأن تلبسه المرأة ولو مرة في السنة، أو أن يكون معلقا عند الحاجة. بعض الحلي الكبير مثل اللي سميه احنا رشارش، هذا تقول المرأة لن ألبسه حتى تأتيني مناسبة زواج، قد تمر السنة والسنتين لم يأتيها مناسبة زواج، فحينئذ نقول هو معد للاستعمال وإن لم يلبس. لكن لو كان الذهب قديما لا يلبس، أو ترك الناس لبسه لأنه من الموديلات القديمة، أو لكونه مكسور، فإن فيه الزكاة لأنه ليس معد للاستعمال أو معد للإعارة. فعائشة كانت تعير ذهبها ولا تتحلى به، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نهين عن التحلي بعد وفاته.
وتجب في الحلي المحرم، هذا يقابل كونه مباحا، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة. نعم، إذا المعد للكراء للتأجير أو معد للنفقة، بمعنى أنه يأخذ منه إذا احتاج، إذا بلغ نصابا وزنا، إذا بلغ نصابا وزنا، العبرة بالوزن، وهذا واضح. ويخرج عن قيمته إن زادت. نعم، ويخرج عن قيمته أي عن قيمة ما زاد عن النصاب إن زادت عنه. نعم. فصل، وتحرم تحلية المسجد. نعم، هذا الفصل يذكر فيه العلماء أحكام التحلي والحلي للرجل والمرأة وغيرهم. فبدأ أولا فقال: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. نعم، يحرم تحلية المسجد وغيره، حتى البيوت يحرم تحليته، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الذهب والفضة له ثلاثة أحوال: إما أن يتخذ قنية، وإما أن يتخذ حليا، وإما أن يتخذ استعمالا، أحد هذه الأمور الثلاثة. أما اتخاذه قنية فيجوز للرجل وللمرأة أن يقتني الذهب والفضة سواء كان على هيئة الحلي أو على هيئة التبر، لا إشكال، بشرط أن يخرج الزكاة. الحالة الثانية أن يتخذ استعمالا، فيحرم على الرجل وعلى المرأة استعمال الذهب والفضة مطلقا إلا للضرورة، وقد تنزل بعض صور الحاجة منزلة الضرورة كالسن ونحوه، فلا يجوز جعل قلم من ذهب أو فضة، ولا يجوز حلي في للجدر، تحلية الجدر، أو جعل تحف، أو جعل كاسات آنية من ذهب وفضة، كله يحرم. أي استعمال غير الحلية حرام إلا لحاجة. ومن الحاجة قالوا إذا كان القلم، هذا قديما كانت الخشب ينكسر القلم رأسه، فكانوا يجعلون رأس القلم، فقط رأس القلم من الذهب، يقولون يجوز لكي يكون خط القلم دقيقا. الآن جاء بديل عنه، مثل الآن الهواتف التي معنا فيها نسبة ذهب لكن قليلة، الساعات فيها نسبة ذهب قليلة، الرادو فيه نسبة ذهب وفضة قليلة، هذا من باب الاستعمال لكن للحاجة. هنا الحاجة نزلت منزلة الضرورة فيجوز، ولكن تقدر بقدرها، لكن ما عدا ذلك من استعمالات تجعله مقبضا، تجعله ملعقة، حرام، وهو ملحق بمسألة اتخاذ الآنية الذهب والفضة. نعم. إذا تكلم أول عن الاستعمال فقال: ويحرم تحلية المسجد بذهب وفضة وغيرها من الأماكن. ويباح للذكر الخاتم من الفضة. نعم، يجوز للذكر أن يلبس الخاتم من الفضة دون ما عداه من أنواع الحلية، على المشهور عند المتأخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. ولو زاد على مثقال. نعم، ولو زاد حجم الخاتم عن مثقال ما لم يخرج عن لبس العادة. وجعله بخنصر يسار أفضل. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخاتم، هل السنة أن يجعل في اليد اليسرى أم في اليد اليمنى، على قولين لاختلاف الأحاديث، وهذا من اختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أكثر الأحاديث كما قال أحمد ورجحه المحقق كالبيهقي في جزئه، أن أكثر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في خنصر اليسرى، ولذلك قلنا إنه أفضل، ولم يعبر الفقهاء أنه السنة لورود الخبرين، لكن أصح الحديثين وأكثر الرواة على أنه لبسه في الأيسر، ولذلك قلنا إنه الأفضل من باب الترجيح بين الروايات، ويجوز لبسه في اليمنى، فالأفضل أن يكون الخاتم على اليسرى، وهذا اللي رجحه أحمد من الروايات والبيهقي وغيرهم. وتباح قبيعة السيف فقط ولو نعم من ذهب. بدأ يتكلم عن بعض صور استخدام للحاجة غير الحلية، الاستعمال للحاجة للذهب والفضة، فقال: وتباح قبيعة السيف، مقبض السيف، يجوز أن تكون مقبض السيف من الذهب والفضة. ما السبب؟ قالوا: لأن المرأة إذا حارب بالسيف وقبض عليه فإنه يقبض عليه بشدة، فإن كان من غير الذهب والفضة فربما آذى يده، وأما الذهب والفضة فإن لهما يعني خاصية لطيفة على الجسد، ولذلك يقبل الجسد السن من الذهب والفضة ولا يقبل الحديد ولا غيره من المعادن. وقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا قاتل قبض على السيف أو أبوه الزبير، فإذا انتهت المقاتلة لم يستطع أن يفك يده من شدة قبضه على السيف، إذ لو سقط سيفه لهلك، فكان يؤتى بالماء الحار فيجعل على يده حتى تنحل يده. وهذا يدلنا على أن جعل قبيعة السيف وهو مقبض السيف من ذهب وفضة فيها حاجة ومصلحة، فيجوز حينئذ جعله من هذا الباب. نعم. وحلية المنطقة، حلية المنطقة الذي هو وسط الحلية الوسط، فيجوز أن يكون من الفضة. نعم، لأنها ملحقة بالخاتم، وجه إلحاقها بالخاتم قالوا لأن الخاتم محيط بعضو وهو الإصبع، فكذلك ما أحاط في الوسط،
ولذلك جاء أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد جعلوا كانوا يحلون مناطقهم بالفضة، ولم يأتي الإنكار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد من الصحابة بعده، فكان ذلك حجة. والجوشن والجوشن هو لباس الحرب الذي يكون على الصدر وهو الدرع، والخوذة وهو الذي يكون على الرأس، لا الركاب واللجام والدوات، لا أي ولا يباح استخدام الذهب والفضة في الركاب الذي يجعل يركب عليه الشخص على الدابة، واللجام الذي يربط به رأس الدابة، والدواه أي دوات المحبرة التي يجعل فيها الحبر، لا يجوز ذلك. ولا يجوز أن يكون القلم من ذهب أو فضة، وإنما أباح العلماء نقل ذلك في الفروع إذا رأس القلم فقط للحاجة. إذا عرفت ذلك عرفت ما نقل عن بعض السلف كما نقله ابن استرح إذا نقلها ابن أبي شيبة أن بعض السلف كان يجعل طرف خاتمه من الذهب، لأن الذهب له خاصية أنه يمسك الفص، فيجعله يعني لأنه قوي جدا فيمسكه لهذا الحاجة، فإنه يجوز، فإنه من باب الحاجة فقط دون ما عدا ذلك. نعم. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه. نعم. ولو زاد على ألف مثقال. وأما ما لم تجر عادته بلبسه فلا يجوز. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والألماس وغيره، وكره تختم لأنه داخل في عموم أصل الإباحة، إذ الأصل في الزينات الإباحة. وكره تختمهما بالحديد والرصاص. طيب. والنحاس. كراهة التختم بالحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار، ولم نحمل الحديث على التحريم، وإنما حملناه على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حينما قال للرجل ابتغي ولو خاتما من حديد. وأما النحاس والرصاص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بهما، ويستحب بالعقيق لأنه الصفر، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالصفرة. ويستحب بالعقيق. نعم. ورد فيه حديث لكنه موضوع لا يثبت، والقول بالاستحباب فيه نظر، فإن الاستحباب لا بد فيه من دليل، لكن يقولون إنه يعني لطيف. باب زكاة العروض. نعم. المراد بالعروض عروض التجارة، وأريد أن أذكر لكم قاعدة لكي نعرف ما الفرق بين نوعي العروض. العروض هي كل ما قابل النقد، الأثمان تسمى نقدا، الذهب والفضة هي أثمان لأنها تقوم بها السلع، ونسميها نقد لأنها في مقابل المشترى، ومثله ما ألحقنا به وهو العملات الورقية. كل ما لم يكن نقدا فإنه عروض. والعروض، وانتبه معي هذه مهمة الفائدة، لا يوجد عروض تخلو عن أحد نوعين، إما أن تكون عروض تجارة ففيها الزكاة، وإما أن تكون عروض قنية فقط. يهم من هنا أن تعرف كيف تفرق بين عروض التجارة وعروض القنية. سأذكر لك أمورا. الأمر الأول أن الأصل في العروض أن تكون عروض قنية، وأما التجارة فإنها طارئة عليها، طارئة عليها. ما فائدة هذه القاعدة؟ فائدة هذه القاعدة أن النقل عن الأصل لا بد فيه من نية وعمل، وأما الرجوع للأصل فيكتفى فيه بالنية. هذه القاعدة ذكرتها تذكرون أول درس قبل أمس لما تكلمنا عن صلاة المسافر، فالأصل في الآدمي أنه مقيم، والسفر طارئ، فلا نحكم بسفره بمجرد النية، بل لا بد من النية من عمل. تكلمنا عنها، قلنا هذا قاعدة لأنه خروج عن الأصل. نفس القاعدة هنا معنا في الزكاة، القاعدة واحدة. طيب لماذا قلنا هذه القاعدة؟ الأصل في العروض أنها قنية، فإذا وجدت نية التجارة وعمل التجارة ففيها الزكاة. ما هو نية التجارة وعملها؟ نية التجارة هو نية البيع والمعاوضة، سواء نويت أن تبيعها بسعر أغلى مما اشتريت أو بسعر أقل مما اشتريتها به، فهذه النية. فكل من نوى بيع العين نية جازمة فإنه يكون حينئذ قد تحققت عنده نية التجارة. ما الذي يقابل نية التجارة؟ عدد من النيات. أولا نية الاستعمال، وهي التي تسمى بالمستغلات، فمن نوى استعمال عين بنفسه أو بغيره كأن يؤجرها فإنه لا يكون قد نوى بيعها، وإنما نوى الاستعمال بنفسه أو بغيره ولو بأجرة، فهذا تسمى المستغلات. ومنها العوامل فلا زكاة فيها، ومنها الدار، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في داره ولا في خادمه زكاة،
فدل ذلك خادم أي الذي يملكه، القن الذي يملكه، لأنه لم يعد للبيع وإنما أراد استخدامه. النية الثانية النية المترددة، فهي المترددة بين يقول ربما أستعملها وربما أبيعها، متردد بين النيتين. وقاعدة عندنا إذا وجد التردد فهو كالعدم، التردد كالعدم. فنرجع للأصل، ما هو الأصل؟ القنية. ولذلك قال الفقهاء ومن تردد في نية التجارة فكمن لا نية له، فحكمه حكم عروض القنية. عرفنا الأمر الأول وهو النية، إذا فهمتها فالحمد لله. الأمر الثاني عمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ عمل التجارة هو البيع والشراء أو مقدماته، وعبرت أو لاختلاف الحال. ركزوا معي، إذا وافق وجود النية عمل التجارة أصبحت العروض عروض تجارة. كيف؟ عندما اشتريت العين نويت بيعها، اشتريت الأرض لبيعها، اشتريت الأسهم لبيعها، اشتريت الغترة لبيعها، النية نية عند التملك صاحبت عمل تجارة، لأنني تملكت العين بعمل تجارة، فحينئذ تجب فيها الزكاة مباشرة فتكون عروض تجارة. هذه الحالة الأولى وهو المعاوضة وهو عمل التجارة. الثاني مقدمات التجارة، وهو السوم أو السوم أو العرض للبيع. متى ننظر للعمل الثاني؟ إذا كان قد نوى بها القنية ثم تغيرت نيته إلى التجارة، فنقول لا تصبح عروض تجارة إلا أن يسومها أو يعرضها للبيع. يسومها يقول بكم هذه السلعة، أو يعرضها للبيع، يعرضها عند الباعة ليبيعها. واضحة؟ لو سألك سائل فقال عندي عين هل فيها زكاة أم لا، فنقول تعال أول سؤال، هذه العين هل تريد بيعها أم تريد استعمالها؟ فإن قال لك أريد استعمالها أو أنا متردد لا زكاة، خلاص انتهينا. وإن قال لا أنا متمحض النية ببيعها لكن الآن أو بعد سنة أو بعد 20 سنة، نقول لا ننظر متى تريد بيعها، أنت تريد بيعها متأكد؟ نعم. إذن الشرط الأول وجد وهو النية، نية التجارة، بقي عمل التجارة. نأتي نقول عندما اشتريتها وقت النية عند الشراء، هل النية عند شرائك لها هل النية كانت موجودة أم لا؟ إن قال نعم فنقول فيها الزكاة، إن قال لا وقت الشراء كنت أنوي استعمالها فنقول لا زكاة فيها حتى تقوم بعرضها أو بسومها. وضحت المسألة؟ هذا تلخيص الباب. بقي عندنا صورة وهو إذا ملكها إرثا، فنقول إن الإرث ليس عمل تجارة لأنه ملك قهري وليس اختياري، ليس من قبول ولا إيجاب. فمن ملك مالا إرثا ولو نوى به التجارة لا زكاة فيه حتى يعمل عمل التجارة، وهو قلنا قبل شوي شيخ السوم أو العرض. هذه ملخص قاعدة كيف تعرف عروض التجارة من عروض القنية، لخصناها لك في سطر أو في سطرين، إن ضبطتها فأنت قد حست علما كثيرا. نعم. وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم، قوله ما يعد إذا اجتمع فيها نية وعمل لأجل الربح، أي لأجل المعاوضة، ليس مقصود الربح بزيادة الثمن وإنما يقصد المعاوضة فيربح بها، قد يكون خسر مثل التورق. نعم. أو المواضعة، عفوا، مثل المواضعة. فتقوم إذا حال الحول. نعم. يقول الشيخ إنه إذا كانت العروض عروض تجارة وتوفر فيها الشرطان النية وعمل التجارة، فإنه عند حولان الحول يجب أن تقوم، لأنه لا يجوز إخراج الزكاة من عين العروض، بل يجب أن تقوم إما بذهب أو بفضة أو بنقد من الأثمان المعروفة الآن. وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين. نعم، وأوله أي وأول ما تجب فيه الزكاة في عروض التجارة من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب وفضة، مثل ما قلنا في الريالات وفي الدولارات
لأن ملحقة بالذهب والفضة، نقول مثلها أيضا في عروض التجارة، لأن عروض التجارة ملحقة بزكاة النقدين، فحولهما واحد. نعم. فإذا بلغت القيمة نصابا وجب، وهو تقريبا قلنا قبل قليل 1000 ريال. فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. نعم، وكذلك أموال الصيارف، لأن أموال الصيارف معدة للتجارة فتأخذ حكمها. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. نعم، يقول المصنف لو أن شخصا عنده إناء من ذهب أو فضة، الإناء من ذهب وفضة حرام استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة، لكن يقولون إن هذه الصنعة لما كانت محرمة ألغاها الشارع فلا أثر لهذه الصنعة، فلا تزكي قيمة الإناء ولو كان غاليا، وإنما زكي وزنه لأن الصنعة ملغية. وهذا معنى قوله ولا عبرة بقيمة إناء الذهب والفضة، لأن الصنعة فيه ملغاة شرعة، وإنما بوزنه. ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، مثل أن يكون عنده عروض تجارة مصنعة من على هيئة محرمة مثل تماثيل فيقرم من غير صورة التماثيل. نعم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. هذه المسألة ذكرت لكم قبل قليل بنصها، يقول ومن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية، هذه المسألة الأولى، كان عنده عرض تجارة ثم نواه للقنية، يرجع للقنية بماذا؟ بمجرد ما معي أحد؟ بمجرد النية. لماذا؟ لأنه رجع للأصل. طيب، ثم قال لا سأبيعه، لا تكفي النية بل لا بد معها من العمل. ومن عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، نفس كلام الذي قلت لكم. المسألة الثانية، من عنده عرض ورثه، ملكه بإرث، الذي يملكه بالإرث هذا ملك قهري، فكأنه دخل في ملكه من غير نية. من عنده عرض ورثه ثم نواه للتجارة، ثم نواه للتجارة لم يصر عرض تجارة بمجرد النية بل لا بد فيه مع العمل. لماذا؟ للقاعدة ذكرت لكم الرجوع للأصل والخروج عن الأصل، وإذا قلت لكم هذه القاعدة مهمة جدا في معرفة زكاة عروض التجارة. نعم. طبعا قال غير حلي اللبس، لأن حلي اللبس بالصنعة إذا نوي فيه الاستعمال انتقل من كونه ثمنا إلى كونه عرضا، فيرجع للأصل بمجرد النية. الحلي لأن أصل الحلي ذهب وفضة، نقلناه عن أصله لكونه حليا بأمرين، بالنية، نية الاستعمال، والعمل وهي الصنعة، فنقلناه عن أصله بالأمرين فنرجعه لأصله بمجرد النية، لأن الأصل في الحلي هو النقد الذهب والفضة والأصل فيه الزكاة. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر. نعم، هذه المعادن المستخرجة وهي أنواع، منها ما يكون على ظهر الأرض ومنها ما يكون دونه، والمعادن كثيرة جدا، ليست مجرد ما نسميه الآن في علم الكيمياء بالمعادن، بل إن المعادن المقصودة عند الفقهاء أوسع من ذلك، فتشمل المعادن نسميها الآن معادن في مصطلح الكيميائيين كالرصاص والحديد والنحاس وغيره، وتشمل أيضا الملح، فإن الملح ملحق بالمعادن، وتشمل أيضا النفط، وتشمل أيضا الجواهر مثل الياقوت، فكل هذه يسمونها معادن. نعم. إن بلغت القيمة من حين يستخرجها فيها مجرد الحيازة فيعتبر بمثابة الخارج من الأرض، فبمجرد إحرازه أي حيازته بيده ففيها ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، يعني كأنه ملحق بالخارج من الأرض، ولذلك بعضهم يجعلون زكاة المعادن ملحقة بالخارج من الأرض، ملحقة به وإن لم تكن من الحبوب والثمار. باب زكاة الفطر. نعم، هذه زكاة الأبدان، والمتقدمة هي زكاة الأموال، تجب بأول ليلة العيد. طيب، شوف، زكاة الفطر هذه تجب على البدن، لها وقت وجوب ووقت استحباب. وقت الوجوب له ابتداء وانتهاء، وقت الوجوب يبدأ بطلوع فجر يوم العيد وينتهي بغروب شمس يوم العيد، هذا وقت الوجوب. هذا الوقت الوجوب أفضله أن يكون قبل صلاة العيد، ويجوز أن يكون
بعد صلاة العيد، ويجوز بعد صلاة العيد لكنه خلاف السنة والأفضل، ويجوز تقدمه على وقت الوجوب بيوم أو بيومين، بيوم إذا كان الشهر ناقصا 29 يوما، وبيومين إذا كان الشهر تاما 30 يوما. إذن يجوز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس يوم 28، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. ينتهي وقت زكاة الفطر بغروب شمس يوم العيد فتكون قضاء بعده، فمن لم يخرجها بغروب الشمس تبقى في ذمته فيخرجها في الليل أو من الغد أو بعد ذلك. نعم. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، لأنها لم تجب عليه، وبعده تستقر في ذمته، وبعده أي إذا مات بعد ذلك فتستقر في ذمته فتخرج من تركته إن مات، وإن أعسر تبقى في ذمته لحين يوسر. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. نعم، قوله قوته وقوت عياله أي المطعوم، ولا يلزمه أن يبيع دارا ونحوه كآلة صنعة، بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. نعم، هذه لأنها من الحاجات، بس هنا فائدة في قول المصنف وكتب علم، هذا يدلنا على أن طالب العلم لا يمكن أن يستغني عن الكتب، لا يمكن أن يستغني عن الكتب تماما، ولذلك جعلوا العلماء كتب العلم من ضروريات طلب العلم، فلا تباع لا عند الفلس، ولا تباع عند زكاة الفطر، ولا تباع أيضا لأجل النفقة، بل يجب على قريبه أن ينفق عليه ولو كان عنده كتب علم كثيرة جدا قيمتها عالية وغالية. تعرفون قد تكون بعض كتب العلم قيمتها غالية، وهذا يدلنا على أهمية كتب لطالب العلم وأنه لا استغنى عن كتب العلم. نعم. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. نعم، من يمونه من المسلمين يعني ممن يقوم بنفقتهم. فمن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فإن لم يجد يعني من الزكاة ما يخرجه لجميعهم بدأ بالترتيب، فقال بدأ بنفسه فزوجته، لأن أوجب النفقات نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الولد، فرقيقه، قوله فرقيقه لأن رقيقه ليس له من ينفق عليه إلا مالكه دون ما عداه، فأمه، نعم، لتقديم حق الأم على الأب في النفقة، فأبيه كذلك لأن الأصول مقدمة على الأولاد، فولده لأن الأصول مقدمة على الأولاد، فأقرب في الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وتجب على من تبرع بمونة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. يعني يقول الشيخ إن من تبرع بمؤنة شخص في رمضان أنه يقوم بإطعامه وشرابه الشهر كله، فإن من تابع النفقة في رمضان أن يخرج عنه زكاة الفطر وجوبا. مثال ذلك لو أن رجلا عنده أخوه في بيته في رمضان كله وهو الذي يطعمه فطورا وغداء وعشاء، فإنه يجب على هذا المطعم له أن يخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك إذا كان عنده خادم في بيته لم يتفق على أن من الأجرة الأكل والشرب، فإنك متبرع بإطعامه، فيجب عليك حينئذ أن تخرج الزكاة عليه، أن تخرج الزكاة عنه، لأنها من تبعات النفقة. قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه، فإنه ليس بلازم، لأن هذا من باب الأجرة التي اتفقوا عليها، لكن لو تبرع للأجير بالطعام فإنه تجب عليه حينئذ زكاته، أي زكاته فطرة. وقوله وتسن على الجبير قضى به الصحابة كعثمان وغيره، وليست بواجبة. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. نعم، كما كان في حديث ابن عمر وغيره أنه يفعله وتكلمنا قبل قليل. وتكره بعدها. وتكره بعده أي بعد الصلاة، لكنه وقت وجوب يجب إخراجها فيه لأنه خلاف السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الزكاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. نعم، ويقضيها. نعم، يحرم التأخير عن يوم العيد وهو غروب يوم الشمس، يحرم، لكن تبقى في الذمة فيجب قضاؤها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهي صدقة من الصدقات. وتجزئ قبل العيد بيومين. نعم، قوله وتجزئ قبل العيد بيومين هذا محمول على إذا كان الشهر تاما، لأن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوها قبل العيد بيوم أو بيومين، وأو هنا لاختلاف الحال. والواجب على كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو إقط أو أقط أو أقط. نعم، قال الواجب واحد من أمور خمسة، إما صاع تمر أو صاع زبيب أو صاع بر أو صاع شعير أو صاع أقط، فيجوز له أن يخرج من أي من هذه الأمور الخمسة. وعندهم أي عند المتأخرين لا يجوز إخراج غير هذه الخمسة إذا كانت موجودة، بل عندهم يجوز إخراج بعض هذه الخمسة وإن لم تكن مقتاتة في البلد،
فالأقط كثير من البلدان لا يأكلونه، فلو أخرجته في بلد لا يعرفونه جاز ذلك. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. يقول يجوز أن تخرج صاعا من دقيق إذا كان وزن الحب. كيف هذا الشيء؟ يعني أنك تأخذ دقيقا مطحونا وتملأ به صاعا، فحينئذ مجزئ. أما لو أخذت صاع حب وطحنته فليس بمجزئ، بل لا بد أن يكون الدقيق يملأ الصاع كاملا. وهذا معنى قوله إذا كان وزن الحب، بمعنى أنه يعني يأخذ مقداره. نعم. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. نعم. إذا لم يوجد ذلك أحد هذه الأصناف الخمسة فإنه يخرج ما يقوم مقامه مما يقتات من الحب دون الثمار. من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء. نعم. وكثير من البلدان يخرجون الأرز لأنه يقتات. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. نعم. يقول ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد والعكس، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. نعم. يجوز ذلك. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. لا يجوز إخراج القيمة لا في زكاة الفطر ولا في زكاة سائمة الأنعام ولا في زكاة غيرها إلا في عروض التجارة فقط، فإن عروض التجارة يجب إخراج القيمة. عروض التجارة يجب إخراج القيمة. نعم. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تشتريه ولو وجدته ولو بيع بدرهم. ولو اشتراها من غير من أخذها منه. ولو اشتراها من غير من أخذها منه، لأن هذا يكون فيه اتهاما، فمن تصدق بصدقة أو زكاة ووجدها تباع لا تشتريها، خلاص خرجت من، لا يجوز لك الرجوع فيها. باب إخراج الزكاة. نعم. بدأ يتكلم بعد ذلك المصنف عن كيفية إخراج الزكاة فقال يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأصل في الأوامر الفورية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال سفيان بن عيينة راوي الحديث وذلك بأن يؤخر الحديث بأن يؤخر الزكاة عن وقتها، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. نعم. مسألة تأخير الزكاة يجوز لزمن الحاجة، مثل أن يكون يعلم أن بعد فترة الناس يكونون محتاجين أكثر، كأن تجب عليه الزكاة في وقت كان جيرانه قد أخرجوا الزكاة، ويعلم أن هؤلاء الفقراء لو أعطيتهم الزكاة الآن لأفسدوها، فأرجئها للشهر القادم لكي أعطيهم الزكاة وهم محتاجون أكثر، وهذا جائز، وقد ألف فيها ابن رجب جزءا مما يدلل على هذا القاعدة. قال ولقريب وجار، أي تأخيرها لإعطائها القريب والجار لأنها صدقة وصلة. ولتعذر إخراجها من النصاب. نعم. ولتعذر إخراجها من النصاب لكون ماله غائبا عنه، ولو فإنه يجوز له أن يؤخر الزكاة. مثل ذلك لو أن رجلا عليه دين وزكاة الدين تجب في بعض الحالات، يجوز له أن يؤخر الزكاة لحين قبض الدين الذي في ذمة غيره. ولو قدر أن يخرجها من غيره. نعم. يجوز له أن يخرجها من ماله غير الدين، ويجوز أن يخرجها إذا قبض الدين. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، لأنها من مبادئ الدين المعلوم من الدين بالضرورة. ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر. نعم. أخذت منه أي تؤخذ منه قهرا وقوة ويعزر بأن يؤدب. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زال الملك صدق بلا يمين. نعم. لأن القول قوله في ذلك لأنه مؤتمن عليها وهي من باب العبادات. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، تقدمت معنا في أول الباب. ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها. نعم. بنفسه. نعم. قوله ويسن إظهارها أي إظهار إخراج الزكاة، لأن عدم إظهار الزكاة تكون سببا لخفاء حكمها، فالمرء في بيته إذا لم يعلم أبناءه أنه قد أخرج الزكاة قد لا يعلمون الحكم، وذلك إذا دخلت لبيتك ربما بعض أهل البيت لا يعلمون أن الزكاة واجبة مع أن أبوهم كل سنة يزكي، فلو أظهر وقال هذا وقت الزكاة وقد أخرجنا الزكاة فإنها سنة، وكذلك الزكاة الفطر. كذلك ربما لكي لا يتهم الرجل عند الناس أنه لا يخرج زكاته. وقوله أن يفرقها بنفسه لأنه جاء أن للمزكي عند بدل الزكاة دعوة، فحينئذ يكون له أجر فيها، ولأن تفريقها يؤجر عليه فيتحصل له أجران إذا بحث بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. نعم. هذه وردت فيها آثار عند ابن ماجه وغيره.
فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف. نعم، يقول مصنف إن من أخرج الزكاة يجب عليه إذا كان مكلفا يعني غير الصبي والمجنون أن ينوي، فإن لم ينوي لم تصح. وهذا يقع في خطأ من بعض الناس حينما يخرج زكاة حلي زوجه أو ابنه وبنته البالغين، فلا بد أن يستأذنهما بأن يوكلاه أو يخبرهما أنه قد أخرج الزكاة عنهم، لأنه لا بد من نية المكلف، إلا أن يكون قد وكل فيقول له قبل ذلك أخرج عني زكوات السنوات كلها. نعم. وله تقديمها بيسير. طيب. والأفضل قول المصنف ويجوز تقديمها، أي ويجوز تقديم إخراج الزكاة بيسير. وما ضابط اليسير؟ بحثنا في النصوص فوجدنا حديثا، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الساعي للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فإنها علي ومثلها، أي إنني أخذت منه زكاة هذه السنة ومثلها. أخذ منه فقهاؤنا أنه يجوز تقديم الزكاة لحول وحولين، وأكثر من حولين لا يجوز تقديم الزكاة. وهذا معنى قوله وله تقديمها، أي تقديم إخراج الزكاة عن وقت الوجوب وهو حولان الحول بيسير، كأسبوع وشهر بل وسنة وسنتين. ولكن إذا قدم الزكاة عن وقت وجوبها لا يمنع ذلك من أنه إذا جاء وقت الوجوب أن يحسب ماله، يحسب ماله، فإن كان الواجب عليه أكثر مما أخرج فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج الزائد، وإن كان ماله وقت الوجوب أقل مما أخرج فالزائد مما أخرجه يكون نافلة ولا يكون مرحلا للسنة التي بعدها. نعم. والأفضل قرنها بالدفع لأن هذا هو الأصل. نعم. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. نعم، هذا هو النية. نعم. ولا يجزئ إن وصدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. نعم، لا يجزئه بل لابد أن ينوي الزكاة الواجبة. ولا تجب نية الفريضة ولا تعيين المال المزكى عنه. لا يجب أن ينوي أنها زكاة مفروضة، بل يجب أن يعلم أنها واجبة أو ينوي ذلك، ولا يلزم أن يعين المزكى أن هذا زكاة عن مال الفلاني. وهذا يدلنا على أن أمر النية سهل جدا ولا تكلف فيه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت. طبعا متى يكون هذا؟ يعني بعض الإخوان يعطي فقيرا مالا ثم يتذكر يقول علي زكاة، سأجعل هذا المال زكاة، هل يجوز ذلك؟ نقول لا، لأن النية يجب أن تكون عند التمليك. ولذلك يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. فقوله لل، هذه اللام لام التمليك، نستفيد منها أربعة أحكام. منها أن النية يجب أن تكون عند التمليك لا متراخية عنه، ومنها أن الزكاة يجب أن تكون تمليكا لا إسقاطا. فلو كان في لك مال في ذمة الفقير فقلت للفقير إن هذا المال الذي في ذمتك قد أسقطته عنك زكاة، نقول لم يجزئ، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء، واللام لام التمليك. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا وإلا نوى الوكيل أيضا، أي نوى أيضا أنها كذلك. فقد تعطي رجلا مالا وتقول أعطه فلانا الفقير ولا تخبره أنها نية زكاة، لأن نية الموكل كافية. نعم. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن الزكاة الأصل ألا تخرج من البلد. الدليل على ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وفي لفظ عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إلى ذلك المخلاف. والمخلاف هي المناطق التي تكون في تهامة تسمى مخاليف، وما زالت إلى وقتنا الآن تسمى كل منطقة المخلاف الفلاني والمخلاف الفلاني، المخلاف السليماني والمخلاف كذا والمخلاف كذا. وهذا التسمية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. استدل الفقهاء بذلك أنه يجب أن تكون الزكاة في البلد، وذلك قال المصنف: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة القصر. الأفضل أن تكون في البلد، ويجوز خارج البلد إلى مسافة القصر 130 كيلو أو أكثر بقليل. وأما نقلها فوق مسافة القصر فإنه محرم إذا كان دون مسافة القصر فقراء ومحتاجون، ولكن تجزئه لأن العبرة بوصول المال للمحتاج. نعم. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. نعم، ذكرنا دليله. إذا كمل النصاب بشرط أن يكون النصاب كاملا، لأن العلماء يقولون إن الفعل إذا كان له سببان
جاز تقدم الفعل على أحد سببيه ولا يجوز تقدمه على سببيه. فالزكاة لها سببان: ملك النصاب وحوالان الحول. فإذا وجد أحد السببين، والأول منهما دائما هو ملك النصاب، لأن حوالان الحول لا يبدأ إلا عند ملك النصاب، فيجوز حينئذ تقدم الزكاة عليه. ومثل هذه القاعدة أيضا موجودة في مسألة اليمين. نعم، إذا كمل النصاب لا منه للحولين. نعم، قوله لا منه ويجوز تعيير الزكاة للحولين فقط إذا كمل النصاب. لا منه أي فلا يصح أن يعجل من النصاب للحولين، لأن النصاب حينئذ يكون ناقصا، لا بد أن يكون قد بلغ. نعم، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. هذه ذكرت لكم قبل قليل، وهي أنه إذا جاء حولان الحول فيجب عليه أن يحسب زكاته كم، فإن كانت ناقصة عن الواجب فإنها تعتبر نفلا ولا يرجع فيها على الفقير. باب أهل الزكاة. نعم، وقد تأذن الله عز وجل في كتابه بتفصيلهم، ولذلك جاء عند أبي داود من حديث الحارث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يكل صرف الزكاة إلى نبي ولا غيره، وإنما فصلها في كتابه. فقال الله عز وجل: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات. نعم، وهم ثمانية. الأول الفقير. الفقير إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أولهم الفقير، فبدأ به المصنف لأنه آكدهم. وهو من لم يجد نصف كفايته. نعم، فلم يجد نصف كفايته فما دون. الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها. لماذا عبر المصنف بالنصف؟ لأن عندنا قاعدة فقهية مأخوذة من اللغة على نزاع في جزء يسير فيها، وهي أن القاعدة عندهم أن ما زاد عن النصف فهو كثير، وما نقص عن ما زاد عن النصف فهو أكثر، عفوا، ما زاد عن النصف فهو أكثر، وما نقص عن النصف فهو كثير. لا، وما نقص عن النصف فهو دون ذلك. ما الفرق بين الكثير والأكثر؟ عندهم ما زاد عن الثلث كثير، وما زاد عن النصف فهو أكثر. ولذلك يقولون إن من نقص عن النصف فإنه يسمى فقيرا، ومن زاد عنه فإنه يكون مسكينا. الثالث العامل. طيب، قبل أن ننتقل هذه بس أعطيكم فيها فائدة مهمة. ما معنى قول المصنف لم يجد نصف كفايته؟ ما معنى الكفاية؟ قالوا: الكفاية تكون في خمسة أشياء. أولها الطعام والشراب، فمن فقده أو فقد بعضه فهو مسكين أو فقير. الثاني الكسوة، من فقدها أو فقد بعضها فهو فقير أو مسكين. الثالث السكنى، فمن فقد السكنى أو فقد السكنى التي يسكنها مثله فهو فقير أو مسكين. الرابع النكاح، فمن احتاج نكاحا ولم يجد مؤنته ولم يجد المؤنة كلها أو بعضها فإنه يكون فقيرا أو مسكينا. الخامس من فقد شيئا من ضروريات الحياة، وضروريات الحياة عندهم تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذه الرد ومرجعها ومردها إلى العرف التي لا يمكن الشخص أن يعيش عادة إلا بوجودها. هذه الأمور الخمس هي ضروريات الحياة، من فقدها أو فقد بعضها فإنه يدخل في مصرف الفقير أو المسكين. وقبل أن ننتقل المصرف الذي بعده، أريدك أن تعرف قاعدة مهمة جدا جدا نبه عليها الموفق، وهو أن الغنى عندنا نوعان: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة، ولا تلازم بين نوعي الغنى، فقد يكون غنيا بأحد الاعتبارين فقيرا بالاعتبار الثاني. الغني الذي غناه يوجب الزكاة هو ملك النصاب. وكم ملك النصاب؟ قلنا إنه 100 درهم تقريبا، 100 ريال تقريبا احسبها أنت، تعرف المقدار الدقيق. إذن 1000 ريال تقريبا هذا الغنى الذي يوجب الزكاة، كل من ملك 1000 ريال وجبت عليه الزكاة. وهناك غنى يمنع استحقاق الزكاة، من اتصف به لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا. من هو؟ هو الذي وجد كفايته في طعامه وشرابه وفي لباسه وفي كسوته وفي لباسه وفي مسكنه، وعنده زوجة أو هو غير محتاج لزوجة ومكتف في ضروريات الحياة. وبناء على ذلك فإن رجلا قد يكون عنده 1000 ريال، فنقول أخرج زكاة 1000، ومقدار زكاة 1000 كم؟ 25، ونعطيك من الزكاة 20,000، فنعطيك مؤنة زواجك إن كنت محتاجا، ونعطيك أجرة بيت لأن الزكاة تخرج منها أجرة البيت لا التمليك البيت، وهكذا. نعم،
الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. نعم، هذا العامل عليها الذي يكون مندوبا لبيت مال المسلمين وتكلمنا عنه، ومثله وهو الجابي والحافظ، الجابي الذي يجب الزكاة والحافظ الذي يحفظها، والكاتب وهو المعاون، والقاسم الذي يوزعها بين الفقراء. الرابع المؤلف، وهو المؤلف وهو المؤلف قلوبهم، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه. النوع الأول من المؤلفة هو السيد المطاع في عشيرته إذا كان كافرا ويرجى إسلامه، وهذا هو المصرف الوحيد الذي يجوز إعطاء الكافر فيه الزكاة. أو يخشى شره، أو يخشى شره، إما لرجاء إسلامه أو لكف شره، أو لكف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يعطى لقوة الإيمان. وهذا ليس لكل كافر، وإنما إذا كان مطاعا، سيدا مطاعا كبيرا في قومه. إذ لو فتحنا الباب لأعطي المال لكل من يرجى إسلامه، وإنما يعطى لمن يكون سيدا مطاعا ذا جاه، إذا أسلم يعني رجي بإسلامه إسلامه في آمن كبير. أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو قال جبايتها ممن لا يعطيها، بأن يعني يعطى السيد المطاع الذي إن لم تعطه لم يعطي غيره من أهل البلد ذلك. ومثله أيضا الباغي يجوز إعطاؤه من الزكاة كذلك. الخامس المكاتب، المكاتب من باب إعانته في مكاتبته. السادس وهو اللي يسمى الرقاب، وفي الرقاب فإن لم يوجد مكاتب فإنه يشترى بها رقاب فتعتق. السادس الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. شوف، هذه مسألة انتبه لها مهمة، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها. من مصارف الزكاة مصرف الغارم، والغارمون نوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. فالغارم لحظ غيره، كم بقي شيء؟ كم بقي؟ باقي سبع دقائق. سبع، خلاص أختم بها. فالغارم لحظ غيره هو الذي بذل ماله للإصلاح بين الناس، والغارم لحظ نفسه هو الذي عليه دين لا يستطيع سداده. يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين لا يستطيع زكاته بشروط. الشرط الأول أن يكون الدين معجوزا عن سداده، بمعنى أنه ليس عنده عروض يستطيع بيعها لسداد ذلك الدين. الشرط الثاني أن يكون الدين مطالبا به الآن وليس مؤجلا، فأما المؤجل فلا تعطى له الزكاة. الشرط الثالث والأخير وهذا مهم لا ينتبه له كثير من الناس، وهو أنه لا بد أن تكون الزكاة، أن يكون الدين بسبب حاجة. فأما إن كان المرء قد استدان لغير حاجة فلا يعطى من الزكاة، لقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ومصرف الغارم من عليه دين إن كان قد استدان في غير إسراف ولا مخيلة. وأما من استدان لإسراف ومخيلة وترتب عليه دين فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. نقف عند هذا الحد، نكمل غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.